الإدارية للمنيعة ضمن النشرة المحلية التي تأتيكم بعد هذا الفاصل. النشرة المحلية اليوم من ورقلة، ومن ورقلة تنضم إلينا الزميلة فاطمة الزهراء بن عرفة. فاطمة الزهراء، مساء الخير. فاطمة، مساء الخير لك زميلي العربي، مساء الخير لكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. كما أسلفت الذكر زميلي العربي، موضوعنا اليوم حول واقع وأفاق الاستثمار الفلاحي بالمقاطعة الإدارية المنيعة. سنحاول مشاهدينا الكرام الحديث عن تشجيع الاستثمار الفلاحي بالمنيعة والاستفادة من التحفيزات الممنوحة من قبل الدولة لدعم وتطوير الفلاحة بها لمضاعفة الإنتاج الفلاحي كما ونوعا. النتائج المشجعة التي حققها المستثمرون في إنتاج النباتات العطرية والحمضيات، وهنا حديث عن الملتقى الوطني الأول حول الورود والبرتقال المنظم مؤخرا بالمنيعة، كما سنتطرق إلى كيفية التكفل بانشغالات المستثمرين بالمناطق الصحراوية. ولإثراء نقاش، أسعد كثيرا باستضافة السيد رابح ولاد الهدار، رئيس الغرفة الفلاحية بولاية غردية. أهلا بكم سيدي، وأشكركم جزيل الشكر على تلبية دعوة البرنامج. أهلا ومرحبا، وشكرا على التلفزيون الجزائري ومحطة ورقلة على الاستضافة. لا شكر على واجب. المقاطعة الإدارية المنيعة أو مدينة الورود في قلب الصحراء الجزائرية تسخر بمقومات طبيعية من مياه عذبة، مناخ ملائم، أرض شاسعة خصبة وصالحة للزراعة. كل هذه العوامل جعلت منها قطبا فلاحيا بامتياز، إضافة إلى توفير الثروة الحيوانية بها. طيب، الأكيد سيد ولد الهدار أنه فيه استثمار فلاحي بالمنيعة. سؤالي، هل الأراضي الفلاحية اليوم مستغلة أحسن استغلال؟ وماذا عن النتائج المحققة في هذا المجال من حيث الجودة والنوعية والكمية في مختلف المنتوجات الفلاحية؟ بالطبع كما تفضلتي أخت فاطمة، المقاطعة الإدارية للمنيعة أو الولاية المنتدبة للمنيعة تتربع على مساحة شاسعة تقدر تصل إلى كمخزون 1,000,000 هكتار قابل للاستصلاح، ومياه عذبة من الطبقة الجوفية الباطنية. الألبيان هي أكبر طبقة جوفية تقريبا في شمال إفريقيا. أيضا كل هذا يجعل من المنيعة لجغرافيتها وشساعة مساحتها وتدفق مياهها يجعلها كقطب فلاحي واعد بامتياز وهو متجدد. وإن شاء الله هذا ما نتطرق إليه. ويمكن قدمت الملاحظة عن الأراضي المستغلة من كل هذا الكم العقار الفلاحي القابل للاستغلال. نحن في نسب حقيقة محتشمة بالنسبة لما هو مؤهل، تقريبا وصلنا إلى 12 إلى 15% من الأراضي القابلة للاستصلاح. لكن هناك في الآونة الأخيرة حركية أكبر، جذب أكبر للاستثمار، وأيضا صرامة أكبر في استقطاب الاستثمار، وفي صدد أكبر عملية تطهير للعقار الفلاحي في الوقت الحالي. وهذا بمجهود والتفاتة طيبة للسلطات المركزية وأيضا السلطات المحلية على رأسها السيد والي ولاية غردية عز الدين مشري. نعم، وهل في توجه نحو الاستثمار الفلاحي في السنوات الأخيرة، خاصة ما تعلق بفئة الشباب؟ كيف يتم تحفيز هؤلاء الشباب وتشجيعهم لتمسكهم بالأرض؟ بالمناسبة في هذه الآونة الأخيرة وخاصة السنتين هذه الأخيرتين نشهد استقطابا منقطع النظير للمستثمرين من كل الفئات، من فئة الشباب لا سيما الشباب المحلي أو الشباب الوطني من كل الولايات، وحتى من الجالية الموجودة في الخارج اللي عندهم رغبة ليستثمروا في بلادهم ويجوا ياخذوا غمار الاستثمار في الصحراء. هذا الاستقطاب تم مرافقته من خلال توجيه الاستثمار
نحن كغرفة فلاحية مثلا عندما نستقطب أو نتحدث عن الاستثمار نوجه المستثمر للشعب الرائدة ولجدوى اقتصادية ونجاعة أحسن، وهذا بالتحسيس عن طريق السلطات المحلية، عن طريق الإدارة المحلية من مديرية المصالح الفلاحية والمقاطعات والمندوبين للغرفة الفلاحية في شتى في كل البلديات، وأيضا من خلال وضع دفتر شروط تقريبا دفتر شروط للاستثمار لخوض غمار الاستثمار نحو تنويع المنتوجات والمساهمة في الإنتاج واحتياجات المواطن في 48 ولاية من مختلف الشعب، وهناك توجيهات هناك أولويات، ونحن بصدد تسطير عبر مراحل الأهداف في الانتاج فيما يخص كل الشعب. وعند سنتطرق لاحقا اذا سمحتي بالنسبه للشعب التي قطعنا فيها شوط كبير والشعب التي نحن بصدد تطويرها ان شاء الله لمختلف السيناريوهات الاقتصاديه وفق استراتيجيه مدروسه ومخططه ان شاء الله. طيب ماذا عن اليات الدعم والتحفيزات الممنوحه من قبل الدوله الموجهه للفلاحين المنتجين والمستثمرين للمضاعفه في الانتاج الفلاحي وبالتالي يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي وتدعيم السوق المحليه والوطنيه؟ في هذا الصدد الاخت فاطمه نحن من خلال ايضا ما تمخض عن الجلسات الوطنيه للفلاحه المنعقده في 23 افريل السابق والتي حظيت بالمصادقه على توصياتها من طرف فخامه رئيس الجمهوريه التوجه الاقتصادي للفلاحة بشكل كأولوية قصوى وتنويع المنتوجات وأيضا إلى التوجه إلى التصدير، لأنه أصبح اليوم يعني يعول كثيرا على الفلاحة على الفلاحة من خلال رؤية التي تطرق إليها شعار الجلسات الوطنية وهي الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في خدمة السيادة الوطنية. فعلا نحن بصدد هذه الورشة الكبرى والتي تعول عليها الدولة الجزائرية في الجنوب ولا خص في الفلاحة الصحراوية لتكثيف المنتوجات من ناحية الكم ومن ناحية النوع. وأهم المنتوجات الفلاحية المتوفرة بالمنيعة هي الحمضيات، التمور، الأشجار المثمرة، الحبوب بما في ذلك الذرة الصفراء، ويوجد كذلك زراعة النباتات العطرية منها الورود. لذا أدعوك وأدعوكم مشاهدينا الكرام إلى متابعة هذا الموضوع حول الملتقى الوطني الأول حول الورود والبرتقال المنظم بالمقاطعة الإدارية المنيعة، نتابع ثم لا نعود بعدها. توجت مدينة المنيعة منذ عشرات السنين كعاصمة للورود في صحراء الجزائر. نوعية ورود كانت خلال الحقبة الاستعمارية تنقل نحو المصانع في باريس ليستخلص منها أجود أنواع العطور وتباع بأغلى الأسعار. الورد في المنيعة الورد من قديم الزمان، جابوها من دمشق وطوروا الورده، وماذا بينا نرجعوا لاروس ديال غوليا باش ننتجوا منها الروائح وننتجوا منها ليزويل ليسونسيال ونرجعوا مع الورد وفيها ادويه ثانيه. واحد يحرط الورود، واحد يجيب الطامسو، واحد ماذا بينا البلاد هذه تبان كما كانت باينه بكري. كانت هذه يسموها مدينه الورود بكري. جاء الملتقى الوطني الأول للورود والبرتقال المنظم بالمنيعة ومشاركة واسعة للمستثمرين والخبراء للنهوض بشعبتي النباتات العطرية والحمضيات من جديد بعد ركود إنتاجهما في السنوات الأخيرة. نحن نتوسم بأن تكون المنيعة كأكبر صيدلية طبيعية مفتوحة في العالم، والحمد لله تطرق ملتقانا هذا إلى زراعة الورود، إعادة زراعة الورود والبرتقال، إلى زراعة الحوامض في المناطق الصحراوية، إلى تثمين وتحويل النباتات الطبية والعطرية في الاستعمالات الطبية والتجميلية. استفدنا من المداخلات نتاع الخبراء، استفدنا الكثير، لأن معروف الورد نتاع منيعة والبرتقال نتاع المنيعة معروف يعني كان عالميا، ولهذا حبينا نرجعوا المكان نتاع المنيعة كما كانت عليه سابقا في الماضي. مقومات طبيعية كالمياه العذبة والأرض المنبسطة الشاسعة جعلت من المنيعة اليوم قطبا فلاحيا واعدا في إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية، وتشجيع المستثمرين نحو الاستثمار في شعبتي النباتات العطرية والحمضيات كانت من بين أهم أهداف هذا الملتقى.
نعم، إذن والموضوع كان من إمضاء الزميل عبد الوهاب دحماني. إذن كما تابعنا في الموضوع سيد ولد الهدار، المناعة كانت تشتهر بالورود منذ الحقبة الاستعمارية، لأن هذا النوع من النباتات عرف ركود السنوات الأخيرة، ما هي الأسباب؟ ما دام تطرقت الأخت فاطمة إلى هذه الشعبة التي شهدتها مدينة المنيعة منذ الحقبة الاستعمارية، لا سيما فيما يخص البرتقال والورود، هذا تأتى من أبحاث علمية وأبحاث تقنية قام بها المستعمر آنذاك وفق رؤية لتطوير هذه الواحات في الجنوب لديمومة أكبر للتوسع الاستعماري واستقطاب السياح للامتداد في الجنوب وشمال إفريقيا. نحن ربما الحقبة 88 سنة، بعد 88 سنة يعني بعد 1930، نحن اليوم نعيد النظر ونعيد الزخم، هذا الزخم العلمي، هذه المادة البيولوجية، هذه المادة العلمية التي كانت طي النسيان حتى من المجتمع المحلي. سيدي، أو ربما كان التوجه دائما إلى مختلف المنتوجات الفلاحية أيضا على حساب هذا الإرث وهذا الموروث الاقتصادي الفلاحي المحلي الذي أثبت نجاحه تاريخيا على حساب منتوجات أخرى. نحن بصدد في رؤية تنويع المنتوجات الفلاحية ولما لا تنويع الصادرات، تطرقنا إلى هذا الإرث التاريخي الذي ما زالت الطبيعة ولادة، ما زال الأرض منبسطة، ما زالت المياه عذبة، ينقص يعني العامل، كل مقومات نجاح موجودة، يبقى العامل البشري. نحن بصدد تكوينه إن شاء الله بمبادرة مثل هذه. ما الذي حمله الملتقى من أهداف وتوصيات، وماذا عن الاستثمار في شعبتي النباتات العطرية والحمضيات؟ هذا الملتقى الذي جاء كطبعة ثانية أو كطبعة أولى في الجزائر المستقلة بعد 88 سنة، جاء إعادة التوجه إلى هذه الشعبة، إلى إعادة الاعتبار كهدف للملتقى، إلى جمع الفلاحين والمستثمرين المحليين والمرأة الريفية للمجتمع المحلي للولاية المنتدبة لخلق الثروة وخلق مناصب شغل كبديل ثاني. وهذا جلبنا المحترفين في الشعبة من خبراء محولين وحتى مصدرين الذي هم في استعداد لخوض غمار استثمار في المنيعة، وهذا كتوجه اقتصادي لإنتاج قطب بيولوجي موجه للتصدير. نتائج أولا إنتاج حمضيات بصفة بيولوجية بيو، وإنتاج نباتات طبية وعطرية لتحويلها إلى زيوت عطرية وتصديرها بوسم بيو. طيب ماذا عن الورود؟ يعني في جودة عالية بالنسبة للورود، هل ستستغل مستقبلا؟ يعني هل فيه مشاريع واعدة في الاستثمار في مجال الورود، مثلا إنشاء مصنع لاستخلاص مواد للتجميل أو العطور، أم أن هذه الورود ستستغل للزينة ونستمتع بمنظرها وكذلك استنشاق روائحها الزكية؟ شيء من هذا وشيء من ذاك. لا، الأخت فاطمة، وهذا ما يصبو إليه ملتقانا. قمنا بجلب محترفين الذين هم بصدد تطوير زراعة الورود لتقطيرها، لا سيما الوردة المتوجة آنذاك 1930 هي وردة دمشق مطورة أو محسنة التي تأقلمت جيدا وأعطت نتائج مبهرة بالنسبة لا بالمنظر أو بالنسبة للرائحة وبالنسبة لنوعية الزيوت. هذا شجعنا لإن شاء الله تقطير هذه الوردة لإنتاج مستخلصها كعطر وماء الورد، وأيضا لتصديرها كوردة مقطوعة جميلة للاستعمال في الزينة، لتصديرها لأسواق مختصة في هذا الشيء، لا سيما استغلال مطار المنيعة. ما يخفاكش بلي المنيعة فيها مطار، ونحن قادرين لشجعنا هذا ما شجعنا لخوض غمار التصدير مع محترفين، ناس تعرف الأسواق، تعرف التصديق، تعرف لا سيرتيفيكاسيون، تعرف لا لابيليزاسيون، تستدير كل الحلقة، حلقة التصدير من الإنتاج، ناس عندها احترافية في الموضوع، وبطبيعة الحال تنتج بيو وفق قطب بيولوجي
فريد من نوعه في شمال إفريقيا، ولما لا يتطور كطموح لتكون صيدلية مفتوحة في العالم، وهذا طموح نؤمن به. هذا مكسب هام يعني. منذ قليل قلنا أن المنيعة قطبا فلاحيا بامتياز، ماذا عن تسويق في مختلف المنتوجات الفلاحية؟ ونبقى في هذه النقطة. الحديث عن تسويق بالنسبة لشعبة الحبوب وخاصة الذرة الصفراء والتي تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الأعلاف، ماذا عن تسويق هذه الأعلاف؟ بالنسبة للتسويق تقريبا اسمحي لي أن أتطرق إلى الموضوع شعبة بشعبة. إذا تطرقنا إلى شعبة الحبوب، مشكل التسويق غير مطروح، لأنه هناك تعاونية الحبوب والبقول الجافة، ولو بعد المسافة اللي نحن نتبع إقليميا إلى محطة الأغواط، لكن المشكل التسويق مش مطروح. الحمد لله الدولة هي اللي تستقطب المنتوج من الحبوب القمح والصلب والقمح اللين، لكن بالنسبة للأعلاف الخضراء هو تسويق حر، لكن يخضع إلى اتفاقيات بين المتعاملين في مختلف الولايات. والولاية المنتدبة للمنيعة راهي تمول في 39 ولاية من الأعلاف الخضراء الذرة المغلفة السيلاج لونسيلاج بالنسبة للموسم الماضي، والموسم هذا نترقب زيادة 20% من المنتوج على الموسم الفارط على موسمين في السنة. تسويق حقيقة فيه تقريبا فترات من السنة يكون فيه صعوبة في التسويق، لكن الحمد لله مدام ولاية المنيعة المنتدبة للمنيعة راهي تساهم في 80 إلى 85% من هذا المنتوج بالنسبة للإنتاج الوطني، هذا فخر الحمد لله للمنطقة وفيه اكتفاء ذاتي. هذه المادة لا تستورد يعني مستقبلا، هذه المادة الحمد لله بالعملة الصعبة الحمد لله السابق. نعم، هذه المادة من ناحية الأعلاف الخضراء نحن لا نستورد، نحن نكتفي ذاتيا. ولو كان شعبة الحليب سجلت أرقام جيدة في السنوات الأخيرة بالنسبة للمستوى الوطني، نظن باللي يعود الفضل بفضل أكبر لهذا المنتجين اللي هم ينتجوا في الأعلاف، اللي راهم يطوروا في التغذية الحيوانية ويساهموا في الإنتاج الوطني والاكتفاء الذاتي. أكيد. نتحدث الآن عن العراقيل المشاكل التي تعيق مسار الفلاحين والمستثمرين كانعدام الكهرباء والمسالك الفلاحية، وهل فيه مرافقة تقنية للفلاحين؟ فيما يخص العراقيل أو المعوقات، دعيني اسمحي لي أن أسميها بالمعوقات أو الإشكاليات اللي تعترض الاستثمار الفلاحي، هي تقريبا نفس الإشكاليات لكن بصفة أحد وبصفة أخص في الجنوب، لأنه هناك مشكل مسالك، مشكل المسافات، مشكلة وسائل النقل، ولا سيما أيضا الكهرباء الفلاحية، مشاكل الطاقة. لكن في الفترة الأخيرة سجلنا رغم وتيرة المتسارعة للاستثمارات الفلاحية اللي ما نقدروش نغطوها بالشبكات الشبكات الكهربائية والمسالك الفلاحية، وهذا للوتيرة السارعة اللي انطلق فيها الاستثمار، لكن سجلنا وشجعنا ونسجل بارتياح دخول مبادرة السيد معالي وزير الداخلية في تخصيص 500 كيلومتر كهرباء فلاحية لولاية غردية، ولا سيما في 90% منها للولاية المنتدبة، وهذا ما شجع ولاقى استحسان للمستثمرين، بالإضافة إلى المشاريع القطاعية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية اللي هي مسجلة من مسالك فلاحية وكهرباء فلاحية، وأيضا مشاريع في الأفق للطاقة الشمسية. شكرا. السيد رباح أولاد الهدار رئيس الغرفة الفلاحية بولاية غردية، أشكركم جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات التي أفدتنا بها، شكرا لكم. شكرا جزيلا والعفو، وإلى فرص أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام نأتي إلى الختام، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحياتي تحيات فريق العمل الذي خدمكم اليوم، العودة الآن إلى الزميل العربي وتتمة ما تبقى من أركان برنامج أخبار الظاهرة، إليك العربي. شكرا لك الزميلة فاطمة زهراء بن عرفة ولكامل الفرقة العاملة معك أخبار والظاهرة.